طيب، الاتهامات الأوروبية التي أدخلت إيران على خط الحرب الروسية الأوكرانية، هل تعتقد أنها ستزيد من الموقف الحرج لإيران؟ هل ستزيد عزلة إيران؟ أم أنها تشير إلى قوة إيران السياسية الآن؟ لا، يعني هي ليست اتهامات، يعني هناك أكثر. شوف، لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدثت العالم ككل، مش أنا بس ولا أنت بس، هيقول يمكن تسييس، يمكن غيره، الاتفاق النووي ما مشيش، المعاهدة ما تجددتش. صحيح. لكن المرة دي لا، الحديث يتكرر من العواصم الأوروبية، الحديث يتكرر ليس من داخل أوكرانيا فقط ولكن من عواصم أوروبية، وفي يعني دلائل واضحة على تورط إيراني في إرسال مسيرات درونز عسكرية للاستخدام العسكري على الجبهة فيما بين روسيا وأوكرانيا. الأمر هو بيعود إلى حقيقة، إن الحقيقة الأولى أن روسيا هي الحليف الوحيد لإيران، الحليف العسكري والاستراتيجي الحقيقي لإيران خارج مجموعة يعني الحركات أمثال حزب الله وحركات أخرى زي الحوثيين في اليمن. حليف إيران الرئيسي خارج هؤلاء هو روسيا، الحكومة الروسية، وفي تعاون كبير بينهم، وإيران بتقدم ما قدم لها، بتعيد تقديم البعض منه من خلال إرسال مسيرات عسكرية. المشكلة أن هذا الأمر له نتيجتان: واحد، زيادة عزلة إيران بكل تأكيد، التجديد المعاهدة النووية والاتفاق النووي أصبح بعيد للغاية، وليس فقط بس بعيد إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، ولكن بعيد بالفعل، لأن إيران بتتصرف بصورة يعني مدمرة لمصالحها هي، إن كان مصلحتها تجديد الاتفاق النووي، أما إن كان مصلحتها الاستمرار في بناء قدرات نووية باتجاه العسكرة، فيعني هذه مسألة أخرى، ولكن ده على غير المعلن. المسألة الثانية، إيران يا خيري تريد يعني لفت الأنظار بعيداً عما يحدث داخلها. أنت تعلم حجم التوتر داخل المجتمع الإيراني، الأزمة الاقتصادية عميقة للغاية، أزمة اجتماعية عميقة للغاية، وهم يحتاجون للمعاونة من حلفائهم، فلا يملكون الرفض إن طلبت روسيا شيء منهم، لا يملكون يعني ما يقدرش يخسر الدعم الرئيسي ليه، ما يقدرش، لأنه طيب. هو الدعم الرئيسي. خلال هذا الشهر احنا شايفين توتر وفطور وهجوم كلامي ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بسبب النفط. إلى أي مدى يمكن أن تتوقع أن يصل هذا أو هذه الملاسنة؟ هل يمكن أن تضحي أمريكا بحليف استراتيجي هام زي المملكة العربية السعودية؟ هل يمكن للمملكة العربية السعودية بخطابها الجديد أن تضغط على الولايات المتحدة وتعيدها إلى ما كانت عليه؟ شوف، هو الحقيقة إن الأمر لا يحدث للمرة الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحكومة السعودية فيما خص معدلات إنتاج النفط، وأنت تعلم أن دور السعودية داخل مجموعة الأوبك أو أوبك بلس هو دور كبير ومؤثر للغاية. الأمر خرق داخل الولايات المتحدة الأمريكية بطريقتين: الطريقة الأولى طريقة الديمقراطيين اللي هم رأوا أن الأمر به تسييس، أن تم اختيار موعد محدد لخفض معدلات الإنتاج اليومي للحفاظ على الأسعار مرتفعة، إن لم يكن رفع الأسعار للأمانة موضوعيا لم ترتفع الأسعار منذ قرار الأوباك وإلى اليوم، ولكن عموما قرق ديمقراطيا أنه هو صفعة للرئيس بايدن وللحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي، قرق جمهوريا بأن السعودية تتصرف وفقا لمصالحها الاقتصادية. فداخل الولايات المتحدة الأمريكية في فوارق كبيرة بين القراءة الديمقراطية والقراءة الجمهورية. لكن دعك من هذا، على المستوى الاستراتيجي، وأنا هدلل بحديث الأسبوع الماضي، كان في سيناتر من الذين يتحدثون كثيرا عن ضرورة إعادة تعريف التحالف الأمريكي السعودي، اسمه كريس ميرفي، وهو من الحزب الديمقراطي، وكان موجود في محاضرة هنا داخل مؤسسة كارنيجي، وتحدث وهو من أكثر ناقدي الحكومة السعودية في أمور كثيرة، تحدث عن ضرورة ليس الانفصال أو ليس الابتعاد أو خسارة الحليف الاستراتيجي، ولكن إعادة تعريف ملامح العلاقة الاستراتيجية. يعني ففي نهاية الأمر الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك طرف تجاهل المملكة العربية السعودية لدورها المؤثر في المنطقة ودورها الهام في حسابات النفط، وفي شيء من الموضوعية في حديث الحكومة السعودية عن أنها لها مصلحة حقيقية في ضمان استمرار الأسعار على ما هي عليها. وأنت أمام جماعة مصلحة يرتبط
معنى المصلحة لديها بارتفاع أسعار النفط، وفي أمور أخرى لابد أن تؤخذ في الاعتبار، هي تداعيات الأسعار المرتفعة على الاقتصاد العالمي وعلى الدول غير المنتجة وغير المصدرة للنفط، ولكن الأمر لا يقرأ سياسيا فقط. فالقراءة الديمقراطية أنا أعتقد أنها تسيس الأمر أكثر مما ينبغي، هي ليست صف على الحزب الديمقراطي. قراءة العاقلين داخل الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا تملك الولايات المتحدة طرف التخلي عن التحالف مع السعودية إلى الآن هو ضبط الأمور، لأن ارتفاع أسعار النفط أكثر من كده يا خالي ممكن يسبب حالة من الركود طبعا. في الاقتصاد العالمي كلنا ندفع ثمنها. فأنت محتاج أن أنت تمشي خط رفيع جدا ما بين حق الدول المصدرة للنفط في الحفاظ على أسعار تفيد ميزانياتهم وخزاناتهم العامة، وأن لا الأمر باعتباره سياسة فقط، ولكن أيضا المصلحة الاقتصادية الكبيرة في اقتصاديات منتجة وتتحرك بدون ارتفاعات إضافية في الأسعار، لأنها تصل كاهل خاصة الدول غير المنتجة للنفط وخاصة الدول في العالم النامي طبعا. والأمر ينطبق على معظم الشرق الأوسط ومعظم أفريقيا.